نذكر بكلام وزير خارجية الإيراني حسين عبد الأمير لهيان لما قال إنه أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى قصر عبدة بالتوافق صحيح. بين اللبنانيين فهي مرحب بها. إذن ليش نحن عم نحذف كلمة توافق لا مش مقصود بالمطابخ لا مش عندك مش عندي عم بحكي على الأطراف السياسية عم نحكي ليش عم يحذفوا كلمة توافق وعم يعتبروا إنه المملكة مظبوط لا عندها فيتو على حدا ولا مرشح حدا ولا داعم حدا صحيح 100% وكمان المملكة ضد استمرار هذا الشغور الرئاسي فترة أطول صحيح. كمان عم تحث على استعجال انتخاب رئيس جديد وكمان عم تحس على التوافق بين اللبنانيين على الرئيس الجديد وعلى أن يكون قادرا على إخراج لبنان من هذا النفق وعلى إعادة ترميم علاقاته العربية واستعادة ثقة الخارج بالدولة اللبنانية. طيب هيدا كله مواصفات ننساها بس بنقول أنه المملكة غير معترضة أو ما عندها فيتو على فلان أو علان وبالتالي أصبحت الطريق سالكة أمام هذا المرشح أو ذاك المرشح لا يعني في شيء اسمه نوع من هيك يعني ما بدون استخفاف بس في نوع من ترويج لمواقف معينة ما لها علاقة بالواقع. أنا أكيد 100% أنه في توافق سعودي إيراني أنه يكون الرئيس المقبل اللي في توافق داخلي لبناني عليه ما يكون رئيس تحدي لحدا ولا يكون يمثل فريق دون الآخر ولا يشكل هذا خاصة أنه إذا بدنا نحكي بالضبط عن ترشيح رئيس تيار المرضى سامين الفرنجي في معارضة المسيحية في إجماع بالمعارضة المسيحية حتى الآن. طيب إذا صار في اختراق لهذه المعارضة صار في تغيير بالمواقف وتحول السلمان الفرنجي إلى مرشح توافقي أهلا وسهلا والدنيا يعني حمالة أوجه هذه الجملة بالعكس لما أنت بس حطي كلمة يعني توافق حطي كلمة توافق ما هيدي الأزمة ساعتها بتبين التوازن أوكي طبعا. بس هيدي الأزمة هي بنفس الوقت سيف ذو حدين يعني وكأنه يعني المملكة العربية السعودية أكيد شايفة أنه ما في إمكانية لتوافق يعني في توافق مسيحي على رفض سليمان الفرنجية إذا صحيح. بدك بهيدا الإطار. طيب هناك من احتفل بفكرة أنه شفتوا أن لكم لا فيتو للمملكة العربية السعودية على سليمان الفرنجية وهناك من قالوا على رأسه الدكتور سمير جعجع ما في شيء اسمه أو جهات القوات اللبنانية يعني ما في شيء اسمه تسوية ولن يكون هناك انسوا موضوع أنه يجي مرشح الممانعة رئيس للجمهورية أو إمكانية إيصاله. شو هو الكلام الحقيقي برأيك اللي بدها تقوله المملكة؟ شو هو الموقف الحقيقي؟ المملكة عم تقول للبنانيين بكل صراحة اتفقوا على رئيس يعيد الثقة بالدولة ويكون قادر على إخراج البلد من هذه الأزمة وأنه هذا الشغور الرئاسي الذي عم بيضرب لبنان واللي أخذ لبنان على مجموعة انهيارات ما بنعرف وين بتوصل. اليوم دولة مثل المملكة العربية السعودية عم بتغير موازين اللعبة الإقليمية والدولية بالعالم. هلا هما أنه تيجي تقول بدنا سليمان الفرنجية وعنا فيتو على سليمان الفرنجية ولا بدنا ميشيل معوض ولا بدنا إكس من الناس أو زاد من الناس ليش نحن عمالين نخلي الامور تروح لهالسطحية ولهالتبسيط انه كم شجره تارز عاجقين الكون؟ لا مش هيك القصه. المملكه اخر همها اليوم انه من يكون رئيس لبنان بهمها رئيس لبنان يعيد لبنان الى الصف العربي يرمم علاقاته العربيه ويكون قادر على اخراج لبنان من هذا النفق. بس حطت شروط لهذا الرئيس مواصفات حطت مواصفات